هلا حيبلش الأسبوع الثالث من شهر حزيران جون يونيو جيد على مواليد الحوت. يا عزيزي نعم، تتكيف مع أجواء جيدة بلشت بالأسبوع الماضي. بين السبت والتنين بتلاقي الراحة بقرب يلي بتحبون أو يلي بتحبوا، بتتقرب من أحد الأصدقاء، بتطمئن إلى وجوده بحياتك حتى ولو بيصعب عليك التعبير عما يخالجك من مخاوف. ابتداء من 3/18 بتدخل مرحلة فينا نسميها شفائية، بتخفف من العناء، وإذا مرقت بفترة مرهقة بالسابق ربما تستريح منا رويدا رويدا. بس القمر كمان ببرج العقرب بين 3 و4 بيتناغم مع ميركور ومع فينوس يلي باليوم ذاته بيدخلوا إلى برج السرطان. هالشي بيشعرك بالأمان وبالراحة حتى بدون أسباب ظاهرة، هيك بترتاح، بتشعر أنك مرتاح. هي فترة مهمة لتوجيه مشاريعك، بيجذبك خلالها كل شيء جديد، الحظ بيدعم أعمالك وبيوهبك بعض الأمور الجيدة أو بهيئك للعب بعض الأدوار يلي بترضيك. هلأ الخميس والجمعة بآخر يومين كن حذر جدا، ما تتجاوب مع بعض العروض، ساير بصورة سطحية الآخرين خاصة إذا كنت متعرف عليهم جديد، يعني ما تنخرط كتير بأجوائهم.